آخر مرة شاركت بها الصين في حرب واسعة النطاق كانت في 1979 عندما غزت فيتنام لمدة شهر. وقتها عانى جيشها من خسائر بشرية كبيرة على الرغم من امتلاكه ميزة عددية. منذ تلك الحرب تعلمت الصين الدرس وبدأت تحديث جيشها على مدار 40 عاماً، وبشكل خاص في عهد الرئيس الحالي شي جين بينغ. والنتيجة أن جيش التنين الآن واحد من أقوى الجيوش في العالم. كان تحولاً مذهلاً ينطوي على حكاية قد يهمك سماعها، عنوانها هكذا تبني الصين جيشها في الطريق إلى الإمبراطورية. طالما اتبعت الصين مبدأ شينزان أو الحذر من الحرب، فخوض 100 حرب حتى لو انتصرت فيها جميعاً ليس بالقرار الحكيم، ولكن الحكمة تكمن دوماً في كسر مقاومة العدو دون قتال. تلك كانت كلمات سن تزو، المنظر العسكري الأشهر في تاريخ الصين. وتختصر تلك الكلمات عقيدة بكين التي هيمنت لقرون طويلة على التفكير العسكري وأورثت البلاد استراتيجية دفاعية. فكانت على مر تاريخها تهمل البحر وتهتم بالبر وجيشه هائل العدد، ما يمكنها من التصدي لغزو قوة متفوقة عسكريا مثل المغول أو الهان أو حتى الاتحاد السوفيتي. مرت القرون وجاء ماو تسي تونغ بالشيوعية ليقود عبر شخص يدعى لي بياو إصلاحات عسكرية كبيرة، قبل أن يقتل رجله في تحطم طائرة عام 1981. وقيل إن ماو فعلها خوفاً من سطوته ونفوذه في الجيش. تلك الحادثة مثلت بداية مرحلة الصدام بين الحزب الشيوعي والعسكر، وانتصر الحزب. وتمضي السنوات لتأتي سياسة الانفتاح الاقتصادي الصيني على العالم، فتتحول البلاد لمصنع كبير وتمتلك ثروة ضخمة واستثمارات هائلة تمتد في أقطار العالم. في تلك الأثناء تستعرض أمريكا قوتها ضد الجيش العراقي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991. وكان الصينيون يشاهدون على بعد آلاف الكيلومترات كيف تضرب القوات العراقية بوابل من الذخائر الموجهة بدقة. وكان الاستنتاج علينا أن نستعد لمعركة مع خصم يستطيع الضرب بقوة وسرعة وفي جميع الأحوال الجوية بقذائف موجهة وعالية الدقة، وأننا نحن الصينيين مضطرون للانخراط في منافسة عسكرية تقنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وأننا نحن الصينيين بحاجة إلى خطة، وأهم ما في الخطة هو الجيش. في عام 1993 جاءت الأوامر من الرئيس الصيني جيانغ زيمين: استعدوا لخوض الحروب المحلية في ظل ظروف التكنولوجيا العالية. وتلك الجملة تعني باختصار: ستكون الحروب محدودة النطاق الجغرافي والمدة والأهداف، وستهيمن الأسلحة عالية التقنية على حروبنا. وجاء عام 1996 لتقدم الصين عرضها العسكري الصاروخي في المياه المحيطة بتايوان، فجاء الرد الأمريكي بأكبر استعراض بحري للقوة في غرب المحيط الهادئ. لم تستطع الرادارات الصينية تعقب المجموعات البحرية الأمريكية، فأجهزة الاستشعار الخاصة بهم لم تكن قادرة على الاستهداف بعيد المدى، وشبكات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات غير متكاملة، وأسلحتهم مع كل الاحترام غبية. في 7 مايو 1999 أثناء حملة قصف الناتو ضد صربيا، ألقت الولايات المتحدة 5 قنابل موجهة على السفارة الصينية في بلغراد، ما أسفر عن مقتل 3 صينيين وإصابة 20 آخرين. قالت أمريكا معتذرة: كان ذلك بطريق الخطأ،
قالت الصين رافضة الاعتذار: شبكاتكم المتطورة لا يمكن أن تخطئ. وكانت كل تلك الحوادث مؤشرات تدعو بكين لمزيد من بناء القوة، لكن ليست القوة العددية بل القوة التكنولوجية التي تعوض التفوق التقني الأمريكي عبر ما يعرف باستراتيجية التعويض بخصائص صينية. وهي استراتيجية مكلفة سترفع الإنفاق العسكري الصيني بنسبة 620% على الأقل بين عامي 1996 و2015 بمتوسط زيادة سنوية قدرها 11%. وبحسب تحليل الاستثمارات الدقيقة لجيش التحرير الشعبي الصيني منذ عام 1996، تذهب الاستراتيجية لخمسة محاور أساسية: التجسس الصناعي والتقني والانصهار المدني العسكري، تطوير القدرات لإدارة حرب تدمير أنظمة القيادة والاستخبارات المعادية، الهجوم بفاعلية عبر ترسانة من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لاختراق دفاعات العدو في المراحل الأولى من الصراع، تطوير القدرات السوداء وهي الأسلحة الخفية التي لا يكشف عنها إلا في حالة الحرب لمباغتة الخصم، وأخيراً الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أنها تمر بثلاث مراحل، يسجل عام 2020 منتصف الطريق بين الأولى والثانية، منها المرحلة الأولى، وتعني التنافس من موقع الدونية التكنولوجية، وتعتمد إيجاد طريق لهزيمة خصم أكثر تطوراً. وتمثل المرحلة الثانية حالة التكافؤ التكنولوجي في الذخائر الموجهة والحرب التقنية، وتكون الصين بذلك قادرة على ردع التدخل العسكري للأعداء في شرق آسيا. أما المرحلة الثالثة فتمثل التفوق التكنولوجي الصريح على الجميع. والآن هكذا تعد الصين جيشها في الطريق إلى العالمية. جاء شي جين بينغ للسلطة في 2013 فوجد أمامه أعداداً هائلة من الجنود، لكن وبنظرة بسيطة عرف أنه سيهزم في أي معركة كبيرة. جيش فاسد، هيكله الإداري والقيادي متعدد الطبقات، مفتقر للتلاحم، ووحداته العسكرية غير متكاملة لتواكب الحروب الحديثة. والأخطر من ذلك كله أن القوات البرية تأخذ حصة الأسد من الإنفاق العسكري وتسود على بقية الوحدات الأخرى بحكم إرث عقيدة الدفاع القديمة، بل يصل الأمر لتجد أن القوات البحرية والجوية تعاني من نقص في العدد، بينما تتضخم القوات البرية بأعداد لا طائل من وجودها. فما العمل ليكون هذا الجيش الدرع المستقبلي لإمبراطورية عسكرية بحرية وجوية وصاروخية على نحو لم يشهد التاريخ له مثيلا؟ إعادة الهيكلة، وهذا ليس جديداً بل امتداد لما بدأه زعماء الصين السابقون منذ عام 1979، فقد تم تخفيض تعداد الجيش من حوالي 6 ملايين إلى حوالي 2,500,000 تقريباً، لكن تشي قرر أن يفعل المزيد. فبدءاً من عام 2015 قام بإتباع الجيش بالكامل لجهة واحدة رفقة 11 وكالة أخرى، من بينها لجنة التفتيش ولجنة السياسة ومكتب مراجعة الحسابات. وهذه الجهة اسمها اللجنة العسكرية المركزية، علماً أنه رئيسها الرسمي، وهذا يعني أنه نصب نفسه رئيساً على الجيش ليحوز بذلك أكبر سيطرة لرئيس صيني على القوات المسلحة. ومع عمليات تطهير في النخب التقليدية واستبدالها بنخب موالية للرئيس، يكون تشي قد دخل في عملية تصفية تشبه التي قام بها ماو تسي تونغ سابقا على مبدأ جيش قوي لكن تحت سيطرة الحزب والقائد. وضمن هذه الترتيبات تم فصل القوة الصاروخية عن التبعية للقوات البرية، وأصبحت توازي قطاعات الجيش الثلاثة الأخرى. وأعيد تأسيس سلاح مشاة البحرية الذي تم حله في عام 1957، كما تم استحداث قوة الدعم الاستراتيجي التي تتولى مهمات الحرب الإلكترونية وحروب الفضاء. وهذه القوة تخصص لها الصين زيادة 30% في التمويل. ولعلمك عمدت بكين خلال العقدين الماضيين إلى تأسيس ترسانة بحرية قوية تستهدف فيها أسطولاً يزيد عدده عن 340 سفينة بحلول عام 2020، يضم حاملتي طائرات وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي الخاصة بها، إضافة إلى تطوير قواتها الجوية. كما يقوم تشي بتغيير اتجاهات التجنيد العسكري ليقلل الملتحقين في برامج الدراسة المتعلقة بالقوات البرية بنسبة 24%،
مقابل زيادة الطلاب الدارسين للطيران والصواريخ والبرامج البحرية بنسبة 14%، ويخطط ليرتفع عدد طلاب البرامج العسكرية الفضائية والرادارات والطائرات بدون طيار بنسبة 16%. كل هذا ضمن استراتيجية تقليص الهيمنة التقليدية للقوات البرية. وهكذا يوزع الجيش الآن. تم تقسيم التوزيع داخلياً إلى 5 مناطق بدل 11، شمالية وجنوبية ومركزية وشرقية وغربية، وخفض تعداد الجيش إلى 2,000,000 فقط بحلول 2020 بهدف خلق جيش احترافي. كان ذلك داخلياً، فماذا عن الانتشار العسكري الخارجي؟ وقد بدأ الأمر فعلياً عام 2007 مع إطلاق البحرية الصينية سفينة طبية عملاقة جائلة، رغم أن البلاد لم يكن لها آنذاك أي حضور بحري خارجي، وكانت هذه مجرد بداية لانتشار واسع على النمط الأمريكي. في الورقة الدفاعية الصينية الصادرة عام 2015 برزت الرؤية بنص واضح: الهدف النهائي هو تحويل دور الجيش ليشمل حماية المصالح الصينية في الخارج. ونصت الورقة صراحة على حماية الطاقة والموارد وخطوط الاتصالات البحرية والأصول الخارجية. كان هذا إعلاناً بتحول الصين من قوة متمركزة حول نفسها إلى قوة ذات نفوذ عالمي. وفي 2016 بدأت الصين عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج، وعندما جاءت مبادرة الحزام والطريق كانت التحضيرات العسكرية قائمة ببناء حاملات الطائرات بحكم حاجة الحزام البحري لترتيبات الحماية. والصين الآن مسيطرة على بحار جنوب الصين وشرقها. والآن تبدو القدرات العسكرية بأبرز الملامح. تعد الصين أكثر الدول تصاعدية في الإنفاق العسكري، وازداد المعدل ما بين 2007 و2016 بحوالي 118%. إذن القصة تبدأ قبل تشي نفسه، بل قبل عام 2000. ففي أواخر التسعينيات حصلت الصين على تدفقات التكنولوجيا الروسية المتقدمة، وبدأت بحريتها منذ ذلك الحين ببناء أساطيلها فوق البحر وتحته. في 2017 دشنت البلاد شاندونغ أول حاملة طائرات خاصة بها، وفي 2019 أدخلت الثانية إلى الخدمة، ويتوقع أن تمتلك 5 حاملات طائرات بحلول 2025 و10 حاملات بحلول 2050. هي الآن تمتلك سلاح مدفعية ودفاع جوي قوي للغاية يتزعمه صاروخها الباليستي DF-26 الملقب بقاتل حاملات الطائرات. تمتلك الصين الآن طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس ذات المقعد الواحد G-20 بتقنية التخفي وسرعة تحليق تفوق سرعة الصوت ونظام ملاحي متطور جداً. في أكتوبر تشرين الأول 2019 احتفلت الصين بالذكرى 70 لتأسيس الجمهورية عبر عرض عسكري ضخم ظهرت فيه أكثر من 700 قطعة من المعدات العسكرية الحديثة، وأحد هذه الأسلحة كان DF-41، وهو أقوى صاروخ باليستي صيني مسلح نوويًا. إنه قادر على ضرب أهداف في أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتطلق في أواخر 2019 وبدايات 2020 أول سفينتين هجوميتين برمائيتين من طراز 075، وزن الواحدة منها 40,000 طن، قادرة على القتال في صراعات بعيدة. وهذه السفن تعد حاملة طائرات صغيرة وتتسع ل900 جندي، وقادرة على حمل 30 طائرة هليكوبتر. وهذا تفوق هائل على السفن البرمائية الست من طراز 071 التي أطلقتها الصين في عام 2005، ويعتقد أن هذا النوع ستخرج منه نسخة 7 أكثر تطوراً بوزن 29,000 طن وطول 210 أمتار ومدى بحري يصل ل10,000 ميل. صحيح أن القوة البحرية الصينية أقل تطوراً في التقنية والعدد من نظيرتها الأمريكية، لكنها قوة ضاربة تخيف جيران بكين، فهي تستطيع الاستيلاء على الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي والجنوبي بسرعة خاطفة.
والمدهش فيها تطورها السريع، فلدى الصين في عام 2020 ما بين 25 ألفاً و 35 ألفاً من مشاة البحرية، وهذه زيادة بمعدل 300% منذ عام 2017. ولدى الصين أيضاً صاروخها الكهرومغناطيسي المحمول على السفن، ونسختها المحلية من أم كل القنابل الأمريكية، وتمتلك نوعيات أسلحة غريبة مثل بنادق الزوايا التي تخفف خطر الإصابة للجندي وتجعله قادراً على التخفي والتصويب في آن واحد. ولدى الصين أيضاً طائرة الشبح من دون طيار سكاي هوك القادرة على التخفي، ويمكن إطلاقها من حاملة طائرات. وفوق كل ذلك لديها مخابئ للصواريخ البالستية العابرة للقارات، مصممة لشن الهجوم المضاد في حال تعرضت الصين للضربة النووية الأولى. والآن تبيع أسلحتها دون قيد أو شرط، وهو استغلال جيد للظروف. فمصر والسعودية مثلاً دولتان من أهم حلفاء أمريكا، لكنهما لا تحصلان على طائرات من دون طيار أمريكية متطورة. فما العمل؟ لنذهب إلى الصين، هناك يبيعون كل شيء. وبالفعل تنتهج الصين استراتيجية طموحة لتصدير الأسلحة بتقنيات متقدمة دون شروط، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت بيع طائراتها بدون طيار المسلحة لأقرب حلفائها في الناتو مثل بريطانيا وفرنسا. لقد عرضت الطائرات الصينية في كل معارض الأسلحة حول العالم، وباعت للكثير من البلدان مثل مصر وباكستان والسعودية والإمارات وميانمار. والصين يمكن أن توفر 75% من القدرات التكنولوجية الغربية المتاحة مقابل 50% من السعر. يا له من عرض تجاري! تفي الصين بصفقاتها بسرعة، ادفع اليوم واستلم في أسرع وقت، وهذه ميزة خطيرة ستدفع تايلاند للابتعاد عن أوكرانيا وروسيا وشراء دبابات في T4 الصينية. وأيضاً قل لي ما تريد فأصنعه لك، وهذا ما يحدث مع دول أفريقيا التي تحتاج أسلحة أخف تتماشى مع بنيتها التحتية الهشة. والآن يجد الغرب نفسه في مواجهتين، مع الصين بشكل مباشر ومع أسلحة الصين التي تباع في كل مكان، وبالمحصلة يريد شيء أقوى جيش في العالم. هذا ما يحذر منه تقرير لمركز الأمن الأمريكي الجديد. لم يكن السوفييت قادرين على مضاهاة التفوق التكنولوجي لأمريكا يوماً، أما الصين فتقرأ التاريخ وتتعلم الدروس. هي تركز ليس على تحقيق التكافؤ التكنولوجي مع أمريكا فحسب، بل والتفوق عليها. بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية الثانية، أعطى الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مفتاح الحل بكين، وكان تشي وقتها طفلاً، بينما اضطر بعض حلفائنا إلى إلقاء جدار من اللحم والدم كدفاعهم الرئيسي ضد هجوم المعتدين، تمكنا من استخدام الآلات والتكنولوجيا لإنقاذ الأرواح. أيزنهاور كان يرفض مضاهاة السوفييت في الكم خلال فترة الحرب الباردة. السوفييت كانوا أكثر عدداً في الذخائر وعدد الجنود وكل شيء، لكنهم كانوا أضعف تكنولوجياً. وكانت تلك استراتيجية ناجحة، فبالرغم من كل ما امتلكه الاتحاد السوفيتي فإنه لم يكن مستعداً للبقاء، وكان أضعف اقتصادياً بناتج محلي يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وكانت نهايته الانهيار. لكن الصين اليوم قوية اقتصادياً وعسكرياً وتسعى للتفوق التقني بشكل واضح، ويعد استنساخ التكنولوجيا أو سرقتها أحد أهم ركائز التطوير السريع. وتضيف بكين لمستها في كل مرة، فتجعل التقنية رخيصة سريعة التصنيع وصينية. نعم، الآن تتفوق أمريكا، لكن البقاء في الصدارة أمام دولة استبدادية ثرية وذكية وسريعة أمر لا يمكن الجزم به. الصين اليوم تعد ثاني أكبر منفق على الدفاع وثالث أقوى جيوش العالم بعد أمريكا وروسيا، لكن الهوة بينهما تتلاشى سريعاً. وبحسب الخطة يريد تشي في 2049 امتلاك أقوى جيش في العالم، وعلى الجميع الاستعداد لذلك اليوم.